البنية التحتية للحياة التي نعيشها ترتكز على المعرفة الواعية والمعرفة الموضوعية المرتكزة على العقلانيات وعلى البرهان. لهذا السبب ولأسباب أخرى اختار اتحاد الأدباء فرع النجف أن يؤسس رواق للتفكير سماه رواق تفكير. هذا رواق التفكير راح يشتغل على مشكلات معرفية وفكرية في المجتمع العراقي ويحاول أن يقدم حلول ناضجة في هذا المجال، يعني التأسيس بنية معرفية للتفكير البرهاني بالمجتمع العراقي، استجابة للحاجة الفكرية والثقافية التي يحتاجها المجتمع النجفي، إضافة إلى الفعاليات الثقافية الأدبية التي يقوم بها اتحاد الأدباء. لذلك ستكون هناك جلسات ثقافية فكرية فلسفية اجتماعية. نحن نحاول إضافة نشاط نوعي جديد إلى نشاطات الاتحاد الراهنة، فالتفكير النقدي والاطلاع على نقاشات ثقافية وفكرية تعمق فينا النظرة النقدية في النظر في أمور لم تبحثها أقسام الاتحاد الأخرى. يضم مجموعة من الأكاديميين والمفكرين والكتاب وأصحاب التجارب الفكرية العالية، عازمون بعون الله على إقامة ندوات ومؤتمرات وورش بحثية واستضافة رموز وقادة الفكر والثقافة وعلم الاجتماع والفلسفة من العراقيين والعرب إن شاء الله. ستكون لنا جلسة موفقة إن شاء الله بتعاون الجميع في هذا الشهر، في شهر أيلول إن شاء الله من هذه السنة.